السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورنفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. عفوا، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي مباشرة هون من ملعب ليمبي، مدينة ليمبي البعيدة 100 كيلومتر على الدوالة. شاهدنا مباراة جميلة وقوية بين المنتخب البوركينابي والمنتخب الغابوني وانتهت بضربات الجزاء. ولا خاوتي، اليوم غادي نتكلم على شيء مهم شت في لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل، بعض الخريفات وبعض الأمور التافهة. للأسف الأمور تبقى في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس تيري بارك ايتو غادي يعيش الجاحم في الجزائر. علاش قالك ايتو؟ من تهضر مع واحد يقولك ايتو عطانا التينا، هانا الشيطان يا خاوة. دروك راني في الليمبي. ها الليمبي يصطاد مليح بصح فيه شوية عيوب، نورمال. هذه هي افريقيا خاوتي، هذه هي افريقيا. افريقيا ولابد نكونوا واقعيين مع افريقيا. شكرا حبيبي. حبيبي شغلك جميل كالعاده، شغلك جميل كالعاده. ايوه النهارده كان يوم صعب بس قويه جدا، وفرقتين يستاهلوا التاهل. ولكن عطينا رايك في ارضيه دوالا. هي بص، هو على حسب. شوف، حاب نفهم حاجه. الجزائر لعبت في دوالا، هل الكاميرون كولست للجزائر باللعب في دوالا، ام القرعه هي اللي عملت الجزائر في دوالا؟ لا دي بص، دي انت محتاج اسكت. في مواقع التواصل يقول لك باللي الكاميرون كولست للجزائر. لا دي بص، دي محتاجه محلل كالعاده في اي القرعة. القرعه ايوه هي. بص، القرعه تشتغل في الكاف. القرعه لا، انا ما بشتغلش في الكاف الحته دي. في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا بس، انا ماليش دعوه في بس عموما مبروك لبوركينا فاسو ومبروك للجابون المباراه كويسه. سؤال، مصر لعبت فين؟ لعبت في قروه. مصر ايوه لعبت في قروه. ليش لعبت في قروه؟ القرعه القرعه حظ. حظ ايوه، احنا القرعه لعبنا في دوالا. ايوه كويس، حظ. مش حظ، مش كولزه. الفريق اللي يستاهل يتاهل الميدان هو يستاهل. اوكي ميرسي حبيبي. فوالا خاوتي، هذا خويا مصري تعرفت به هنا في لوتيرا، يخدم في السوشيال ميديا تاع الكاف. شفت واحد قال لك ايطو دار لنا التيران، ايطو دار لنا، وغادي نعيشوا الجاحين في الماتش تاع باراج ومنا واللي نديروا. خاوتي انا راني عايش في الكاميرون، راني ندور نورمال، وغد ان شاء الله ندير لكم لايف من مرشيات من بلايص كاع القمه. انا نورمال قادرون بولا يحكي لك، يقول لك نربحوا الجزائر، نحن نربحوهم نورمال. قبل كنت نقسم معاهم، قلت لهم نربحوكم. شوف الناس يقول لك في لي ريزو سو ايطو، ما ايطو واش دخل ايطو؟ مانيش فاهم انا. ايطو ايطو يعيش جحيم. ايطو تقول لك لا هو دار لنا التيران هو جابوما. جابوما كان شباب مليح، لعبوا فيه لي ماتش مليح، كازو عيان خسر شويه سي بون. حنا ثاني عندنا بليده، حنا ثاني عندنا سيدي موسى كاتاستروف. مي كنا نهضروا بلي سيدي موسى عصابه، سيدي موسى راهي مخسره وراهم يكوفروا عليها، ما درتوش علينا. اما لا خاوتي، ما كنا من هذه الهضره تاع ايطو ما ايطو. عافاك جاني الضحك والله خاوتي، لا جاني الضحك. عافاك ولينا تحريشه في لي ريزو سوسيو، تحريشه في لو موند. حتى البارح اونتوا بير شي قال لك انتم اونتوا بير عاطينها غير لي ريزو سوسيو، وتشكوا منا الريح النو هذيك. ها قال لك انتم بغيتوا تبدلوا الكلمه وتدخلوا في حاجه عربيه، هذه كلمه على بالنا بلي كاين الميديتي وكاين الحمان. هذوك انا مصيفين فيها. ها ولا التيران تاع ليمبي مليح، فيه ولي عليه. ها ولا خاوتي، سي با لابان خاوتي ندخلوا في الامور هذه التفاهات ومنا ومؤامره وداروا لنا. واحد يقول لك خاصنا الجن، واحد يقول لك خاصنا لك سميها لي هذيك الرقيه، واحد يخص لك حبوبه. ما فهمنا والو، ما رانا فاهمين حتى حاجه. يا ربي يا سيدي يا سيدي. شوف نتمنى نطلعوا المستوى خاوتنا الجزائريين. هاد العباد يوكلوا فيك. واحد عيطي صاحبي كبير من غريزون، هم منا يا قلت لهم نعلو الشيطان، نعلو الشيطان. كونكم واقعين، احنا لم نكن في المستوى. المنتخب الجزائري لم يكن في المستوى، خطونا من الاعداد. قلنا لك دخ دماء جديده في المنتخب الوطني. كاين امور ماهيش تمشي في محيط المنتخب، كاين سوء النيه في محيط وفي بعض العباد، كاين عده امور لا تبشر الخير. نتمنى نتدارك هاد الاخطاء في قارب الايام، باسكو في قادم الايام، باسكو باقينا ما با شهرين على ماتش باراج. والكاميرون على بالكم باللي ايكيب صعيبه، على بالكم الوطن على الجيري. نتمنوا مع بالماضي هذا الشبح الاسود نحوه ان شاء الله. لهذا خاوتي ما تنجروش واحد الاشاعات، والناس ناس حاوز دير الباس دير لوفي. انا انسان صريح لاقصى درجه خاوتي. دروك انا الحمد لله انا نقول صح، ما خاطيني الشعبويه ونقول مؤامره. هذه المؤامره نحاوها انا خاوتي، المؤامره تبان. دروك انت ما لعبتش، انت سيراليون ما ربحتهاش، انت غينيا استوائيه من سيراليون ما بغيتش تربحها. شنو باين ندير لك انت؟ ما كنت ربحت سيراليون
وربحت غينيا الاسيوائيه. ما عادي غادي تشوفوا البارتيه يوم الاربعاء ان شاء الله، حنشوف كوت ديفوار ونشوف مباراه مصر ونشوفوا التيران. واحد ما غادي يشكي نورمال التيران شويه شويه عليه، راهم يقولوا باللي التيران غادي ينحوه غادي يلعبوا فيهم الناس قد يعيطوا. التيران غادي تلعب فيه مصر مع تاعنا سموها لي مصر مع كوت ديفوار، غادي يلعبوا نهار الاربعاء وانا نكون في التيران ونروح في لافي تاع الماتش نصور لكم التيران ونعطيكم كاع الحيثيات اللي صاري تماك. ضلقوا اشاعات يقول لك بعد مباراه الثمن النهائي ممكن مباراه تديهم اليواندي. هنا تعرف كاين قوه الكواليس تما كنتكلم عليها باللي كاين قوه الكواليس حقيقه. عندنا اتحاديه ناقصه ضعيفه، ولكن هذه الاتحاديه ما نديروش يجي عليها، هذه الاتحاديه ماشي ضعيفه، ما عندها عماره، العماره لقاها خاربه وعماره فابل ما يتكشي ريكيبيري باسكو انسان فابل وما يصلحش. هذه انا قاعد داكور معكم فيها، ولكن ما نحملوش المسؤوليه على عماره الفاف لان عماره الفاف لقاها سايبه، زاتشي خلاها ربع سنين، ملي كنا نهضروا بلي خلاها، زاتشي خلاها ربع سنين اللي فاتوا، ما تردوا لنا زاتشي ملائكه، وهاد الجماعه اللي باغي ترد زطي واش وترد لنا زطي واش نو نو ما يرجعش. يا باغي ترحلوا رحلوهم كاع. دروك ما كانش الهضره، الهضره بعد مباراه كاس العالم ستكون لنا كلام اخر باذن الله. فوالا خاوتي راكم تشوفوا، نتمنوا الناس تطلع المستوى ومركانا من هذا الاتخال بيشين كما يقولوا. لهذا خاوتي نتمنوا الامور ترجع لنصابها في المنتخب الوطني، والناخب الوطني يقوم بتنقيه. شوف الحاجه السوسه المدسوسه، المحيط تاع المنتخب الوطني هو السوسه المدسوسه هذيك، تروح قسما بالله غير النيه ترجع. هاكا النيه راهي مخلطه بيناتهم حقيقه. عمار فار انفا، ولكن عند غادي نعطيكم وعده حقائق وعده حصريات على عمارة الفاف في قادم الايام، باسكو شرا واحد الامور وراه عندي الحصريات غادي نعطيكم كل شيء، حنكون معكم صريح لاقصى درجه. فوالا خاوتي راكم تشوفوا رانا في الملعب، الحمد لله غطينا مباراه بوركينا فاسو، من بعد نعطيكم كواليس ضربات الجزاء نعطيكم كل حاجه. لهذا خاوتي نتمنوا نطلعوا المستوى، لان الجزائر طيحوا المستوى تاعها، طيحوا كل شيء. لهذا الخواه صافي با خاوتي، صافي با عباك وليت نعيا من لي ريزو، نشوف واحد الصوالح شويه يبانوا لي ناس ماشي فاهمين، واحد يقول لك الجن، واحد يقول لك التيران وكاميرون خلصوها احنا ايبوسي، ما انا ما شفت والو. ودوك باذن الله غدوه ولا ما غادي نروح لدار ايبوسي، نروح عند يما وعند فاميلته ونشوفهم اذا يقدروا يهضروا معايا. هذا مكان، تحيه لكم.